السلام عليكم متتبعي شوف تي في مباشرة من دوار المدني. دوار المدني مباشرة من دوار المدني ببرشيد. معنا واحد العائلة تشتكي من واحد شخص اللي هو مستشار جماعي بهذا الدوار. قام بزوير واحد الوثيقة على حسب الأقوال ديال هذه العائلة، قام بزوير وثيقة وخرج حكم بالطرد ديال هاد العائلة من المنزل ديالهم. معنا البنت اللي غادا تتكلم، تفضلي يا الأخت. السلام عليكم، أمل من مدينة برشيد، بنت السيد المعني بالأمر. وهاد السيد حنا ساكنين في الدوار ما عنده حتى شي وثيقة كتثبت بأنه ديال شي واحد، يعني كما كنقولوا حرم الدوار كله، ما عنده حتى شي ورقة. وحنا كتقصدي بانه تابع لشي، ما تابع لحتى شي حد، يعني الدوار الناس السكان كلهم اللي هنا ما كاين مساكن حتى شي حد، يعني عنده شي ورقه كتدلي بان راه الارض ديالو والدار يعني راها فهمتي، ما تيسر ما ملكيه ما حتى شي حاجه. حتى كنتفاجئوا بهذا السيد ندير وثيقه بانه هو راه عاطي الباب 70 متر وجالس فيها مؤقتا ومسني على اساس يعني فوق ماش قال ليه تخرج وبما ما ساني حتى على شي ورقه. ودرنا الطعن لجلاله الوكيل جلاله الملك في برشيد في هذيك الوثيقه المزوره، وداوها للمختبر، ديناها للمختبر وعيطوا علينا في ولايه الامن ديال الدار البيضاء. ومشيت انا والاب ديالي ودرنا الخبره، وجات بان الخبره بان راه با باري من ديك السنياتور ماشي ديالو راها مزوره. صيفطوها للامن الوطني، صيفطوها للمحكمه ديال برشيد. هو ما عرفتش الكيلاني عبد القادر عطى عليها الفلوس في المحكمه، وغبرات ديك الورقه المحامي ديالي انا كيسول على ديك الوثيقه باش يتوصل بها. حتى شي حد كيقول لي هاد الورقه ما توصلناش بها في المحكمه، واللي خازناها جاتني الخبر بان خازناها وحده هو اللي عطيها الفلوس، ولا العلم لله اشنو بيناتهم. غبرات هذيك الورقه، تدرت انا شكايه الوكيل الملك على اساس ديك الورقه تبان. الوكيل الملك قال للمحامي بان غنديروا خبره ونشوفوا هاد الورقه كيفاش تكيليزات بلا معني الامر، يعني هاد الورقه راها خاصها نديروا لها خبره اخرى باش يخرجوا يديروا بحث. رغم دارت الخبره بغاو يديروا بحث، بغاو يديروا بحث على اساس فينا بلاصه سينات هاد الورقه، فين تكيليزات، فين تكيليزات. هو بحكم انه عنده نفوذ وعنده عائلته في المخزن، وهذا حنا في سميتو عليه عندنا الله سبحانه وتعالى، والله ما غيضيع حتى شي واحد. هو كان كيشغل مهمه ديال مستشار جماعي، قلتوا بان الوالد ديالك كان كيستغل على اساس باش يسجل في اللوائح، في اللوائح الانتخابيه. كان مع عبد الله القديري الله يرحمه، يعني كان كيخدم معاه في الحملات الانتخابيه. كان كيجي الاب ديالي كيقول لي راه ما عندكش بطاقه الناخب، كياخذ لي كارت ناسيونال كيصاوب الوثائق ديال البطاقه ديال الناخب وكيجيبها لنا المقدم. هذا الشيء علاش يعني في بديك ساعة خدا الورقه ديال هذا اللي دار هو، وكتب بي على اساس راه ان با اللي مداير ليه هذيك الورقه، وبا ما سانيش، وبا نهائيا با اصلا ما قاريش ما كيعرفش يسني. وحنا درنا الخبره وراه وصلات يعني لولايه الامن في الدار البيضاء، وشافوا بان با ماشي السينياتور ديالو هذيك. وحنا اللي تنطالبوا ان بغيت هاد الوثيقه ديالنا، الحكم ديال الطرد ديالك. حكموا لينا بالافراغ، علاش غيحكموا لينا بالافراغ؟ علاش هاد القاضي اللي غيحكم بالافراغ خصو يشوف بعد هاد الناس فين غيمشيو؟ حنا شحال من عام، 40 عام وحنا ساكنين هنا ديالك، يعني باش ان غيجيو كتكون، يعني عنده شي وليدات. عنده خويا يعني صغر مني، هو ساكن معاه وعنده ثلاثه الوليدات، جوج بنيتات وولد، والوالده ديالي والاب ديالي، وتا انا كنسكن معاهم. حتى انا كنت غير كاريه ومريت واحد الازمه صحيه، كنت محيده البزوله وداكشي، يعني ما بقاش عندي باش نخلص الكرا وداكشي، جيت سكنت مع الاب ديالي. فعلا الاخت يعني كيف ما كنشوفوا راه يعني بحال دوار يعني بني عشوائي، يعني عشوائي ساكنين في البرارك، في البرارك بني عشوائي ساكنين فيه، ما هي فيلا ما هي موبل ما هي حتى شي حاجه. السيد تابعنا على براكه ساكنين فيها، كيقول راها ديالي وباغي يشرد عائله على قبل هاد الارض وماشي ديالو. 70 متر فيها اكثر من 70 متر، هو غير كيقول 70، راه حنا ساكنين تقريبا هاد الارض، راه اللي جينا نديروا لها سميتو عليه ونجيبوا لهذا ويعبر، راه فيها 200 تقريبا، 200 ولا 200 و 200 وشي حاجه، 200 متر تقريبا.
الاخت يعني شنو الرساله اللي بغيتي انا الرساله ديالي هي انني كنطلب من جلاله الملك محمد السادس ان بغيت النداء ديالي يوصلي. انا ما طالبه حتى شي حاجه، بغيت غير هذيك الوثيقه ديال التزوير اللي غبروها في المحكمه، بغيتها تبان، بغيت حقنا ما يضيعش. هادشي اللي تنطالب انا من سيدنا محمد السادس، كنطلب انه يشوف هاد الناس اللي غيشردهم هاد السيد. وهاد السيد حنا كان الكاريان وعبد الله القادري حول الناس ديال الكاريان وعطاهم بقاعي، وهاد السيد كلفوا عبد الله القادري باش يعطينا حنا البقاعي، حنا وشي ربعة الناس. فانه خدا دوك البقاعي وتصرف فيهم هو وباعهم، وللعلم لله شنو دار. ورغم ذلك ما كفاوش دوك البقاعي، بغى يحيدنا حتى من محل سكنانا حنا، وحنا راه 40 عام، حنا 40 عام وحنا هنا. دارت جزيئه، ها هي ملي وصلت لوطيسمه، ها هي وحده قدامنا وحده مورانا. فاش وصلت السيده يعني ولا اي واحد في الدوار اللي قدامه شي حاجه باغي يستولي عليها، فهمتي؟ يعني لدرجه هذا السيد بغى يستولي علينا حتى حنا. وحنا اللي كنطلبوا من الله والمالك ديالنا هو ينصفنا، بغينا حقنا، ما بغينا حتى شي حاجه. وعاش الملك، هادشي اللي غنقول. كنشكركم متتبعي شوف تي في، حنا مع واحد الحاله اجتماعيه وانسانيه ديال هاد الاسره اللي مهدده بالطرد. امتى توصلتوا بالقرار ديال الافراغ؟ البارح اخويا، غير البارح حكمات المحكمه. توصلتوا بقرار الافراغ؟ اللي توصلوا بقرار الافراغ عن طريق حكم يعني مبني على واحد الوثيقه مزوره تم فتح فيها تحقيق. كنشكر متتبعي شوف تي في، والى اللقاء في بث مباشر اخر.